السلام عليكم. وصل امتحان البكالوريا والذي نعتبره جميعنا العتبة الأهم في مشوارنا الدراسي، وأنا أعرف جيدا بحكم تجربة ذلك الشعور الذي يراودك قبل وأثناء الامتحان. لذلك قررت عمل فيديو أقدم فيه بعض النصائح المهمة يوم الامتحان والتي ستساعدك كثيرا في تفادي التوتر والخوف. إليك حبة الحلوى هاته ولنعتبرها فأل نجاحك. بسم الله ولنبدأ. أولا عزيزي الطالب الجامعي، بإذن الله قولوا آمين. في يوم الامتحان عليك النوم باكرا والاستيقاظ باكرا أيضا، فتخيل أن الكثيرين يقضون ليلة الامتحان في المراجعة من ثم لا يستطيعون النهوض، وبذلك يفقدون تركيزهم وثقتهم بأنفسهم، وربما يفوتهم الامتحان ويضيع كل شيء. فالنوم المبكر والاستيقاظ المبكر أمر مهم عليك الحرص عليه. عندما تستيقظ اجعل فطورك الصباحي غني بالسكريات، وتفادى المأكولات التي من الممكن أن تسبب لك اضطراب في المعدة. وأفضل فطور هو حبة فاكهة والقليل من القهوة مع رشفات صغيرة من ماء الزهر الممزوج مع السكر، فعلميا السكريات تزيد من نشاط العقل وتزيد أيضا من التركيز. عليك التأكد من الأشياء التي ستأخذها معك، كمثال بطاقة التعريف والاستدعاء والأدوات اللازمة، ومن الأفضل أن تضع لائحة على باب غرفتك تتأكد من خلالها على كل ما يلزمك قبل الخروج من المنزل. تأكد من معرفتك لمكان مركز الامتحان حتى لا يضيع وقتك في البحث عليه والتأخر. ضف إلى ذلك التوتر الذي من الممكن أن يصيبك ويفقدك التركيز اللازم أثناء الامتحان. وكما تعلمون في الأعوام السابقة تم شطب الكثيرين بسبب التأخر، فلا تترك المجال لخسارة جهدك ومثابرتك في دقائق معدودة. ومن الأفضل أن تكون في مركز الامتحان على الأقل ربع ساعة قبل البداية. عندما تصل اجلس في مكان هادئ وحافظ على هدوئك، ومن الأفضل أن تقرأ بعض الآيات من المصحف لتنشيط العقل، ولا تلمس أي كتاب أو كراس مراجعة، فمن الممكن أن تقع عينك على شيء لم تراجعه جيدا، وهذا سيفقدك الثقة بالنفس ويزيد من توترك. فالمهم هو أنك وصلت للمركز في الوقت المحدد وستدخل للامتحان في استعداد تام للنجاح. أنت أهلها صديقي، ستنجح بإذن الله، تأكد. عندما تدخل إلى قاعة الامتحان تأكد جيدا من المعلومات التي ستكتبها على ورقة الإجابة، وخاصة رقم التسجيل، فأنا شخصيا تعرضت لحادث خطأ في رقم التسجيل وانتبهت له في النصف الساعة الأخيرة، ما أدى بي لإعادة كتابة الأجوبة في ورقة أخرى وزاد من توتري وأفقدني تركيزي. لذلك تأكد جيدا حتى لا يحدث لك مثل ما حدث لي. رقم التسجيل مهم جدا يا صديقي، تأكد من هذا. اقرأ الأسئلة بهدوء وتمعن، واعرف أن فهم السؤال نصف الجواب. ابدأ بالأسئلة السهلة ثم انتقل إلى الأسئلة الصعبة، وهذا سيعطيك وقتا لمراجعة معلوماتك وأيضا مراجعة طريقة الإجابة. ابدأ بكتابة الأجوبة في المسودة من ثم اكتبها في ورقة الإجابة. لا تتسرع في الكتابة واجعل خطك مفهوم وورقتك منظمة، وهذا سيساعد المصحح على فهم كتابتك وأجوبتك وأيضا إعطائك العلامة التي تستحقها. لا تنسى أيضا أن تأخذ معك قارورة مياه، فالماء غذاء للعقل وله مفعول قوي في تنشيط العقل وزيادة التركيز. أشرب رشفات قليلة بعد كل سؤال وستلاحظ أن تركيزك زاد ولن يصيبك أي صداع بسبب كثرة التفكير. في حالة نسيانك لمعلومة ما، قم بالخربشة على ورقة الوسخ، فعلميا الخربشة تنشط الذاكرة، وإن لم ينفع معك هذا اقبض على يديك بقوة هكذا واغمض عينيك وحاول استرجاع معلوماتك. وأنا شخصيا لم تخذلني هاتين الطريقتين في جميع الامتحانات التي أجريتها. عندما تخرج تناسى الامتحان الذي أجريته كأنه لم يكن، وابتعد عن الأشخاص الذين يتحدثون عن أجوبتهم وما إلى غير ذلك، واجعل كل تركيزك في الامتحان القادم، وحافظ دائما على هدوئك، وهذه النصيحة مهمة اعمل بها تذكر. أخيرا كن واثقا من نفسك أن الله لن يضيع جهدك ووقتك الذي بذلته في المراجعة، ولتعلم أن كل هذا مجرد امتحان مثل كل الامتحانات التي أجريتها من قبل.
فقط يزيد رسمية بسبب وجود الأساتذة الحراس وما إلى غير ذلك. اجعل فكرة النجاح هي غايتك وستنجح بإذن الله، لا داعي للخوف، ستنجح وتنتقل للجامعة وترى أن الأمر لم يكن بتلك الصعوبة التي تتخيلها، أنا متأكد من هذا. في الأخير أتمنى لكم التوفيق والنجاح، لا تنسوا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم حتى تعم الفائدة، والإنسان الناجح يحب لأخيه مثل ما يحب لنفسه، وهذه قاعدة أساسية في النجاح وبلوغ الغاية. أيضا إن أعجبك الفيديو اشترك في القناة حتى نواصل إفادتكم، ودمتم في رعاية الله، وأنا متأكد أنكم ستنجحون بإذن الله. قولوا آمين، مع السلامة.